من جانبه وصف رئيس اقليم كردستان جيرفان بارزاني قرار المحكمه الاتحاديه بعدم دستوريه قانون النفط والغاز في حكومه الاقليم وصفه بانه لا يخدم استقرار العراق. نعم، جاء ذلك خلال لقاء بارزاني بالسفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر لبحث الاوضاع السياسيه. وقال بيان لرئاسه الاقليم ان بارزاني دعا جميع الاطراف خلال اللقاء للعمل على ايجاد الحلول والحفاظ على الاستقرار، على اعتبار ان الاوضاع الحاليه تتطلب من المحكمه وجميع الجهات العراقيه البحث عن حلول للمشاكل.